هل كنت تعاني شخصيا من مشاكل مع النظام السابق؟ أنا عندي معلومة أنك أنت كنت يعني في فترة ما يعني تشعر بالضيق أو التضايق من المخابرات العراقية، خلينا نقولها بصراحة. هي صارت حادثة يعني وقتها تخص سومو حول عقد معين، فاستدعيت إلى الرئاسة للشهادة حول هذا العقد. نحن كنا بايعين تقريبا 20 سنت أقل بين عقدين في نفس اليوم. من قابلك بالرئاسة؟ كان الله يرحمه رئيس ديوان الرئاسة حاتم العزاوي، حاتم حمدان العزاوي الله يرحمه بوقتها. وسألني هذا السؤال أنه ليش هذا التباين بين هذه البيعتين، ويبدو لي أنه واصل معلومات من دائرة من المخابرات من داخل تسويق، أنه وصلته معلومات عن الطرفين. يعني أنا ما كنت أعرف أن الطرف الثاني بايع بها لهذا السعر، يعني دائرة أخرى كانت. بس من سألني أنا ربطت بين الحدثين. هاي بيا سنة تقريبا إذا ما تخني الذاكرة 87 ربما 87. فكان الجواب يعني أنه يعني إحنا بعنا مضطرين، إحنا بعنا مضطرين بناقص 20 سنت عن السوق، وإلا أنا ذاك كانت الخزانات اللي موجودة في جيهان مملوءة، فما أمامك غير خيار واحد، إما تسوي شوت داون توقف الإنتاج وتخسر بما لا يقل عن 7 أيام تصدير، وإما تبيع بناقص 20 سنت. إذا بعت بناقص 20 سنت فأنت تقريبا خسران 400,000 دولار بالشحنة. أما إذا وقفت إنتاج فرح تخسر 7 أيام. فأنا ذاك سعر النفط تقريبا يعني خلينا نقول 17 دولار، يعني 34 دولار باليوم في 7، يعني تقريبا تخسر لك بحدود 250 مليون دولار. وين تخسر 250 مليون دولار؟ وين تخسر 400,000؟ اتفهم الكلام، اتفهم الرجل وقال وقتها يعني هذا هم أزحته من رقبته الله يرحمه بوقتها. يعني ما لها علاقة بصدام حسين؟ لا لا لا، يعني هو صدام كلفه الحاتم حمدان العزاوي أنه شوف هذه الوضعية، لأن هي هذه تخص رئاسة الدولة، لأن سومو هي العمود الفقري للاقتصاد العراقي. فمكان ما صدام يجري المقابلة أو يجري التحقيق فكلف أوكل الموضوع إلى رئيس ديوان الرئاسة بها. بس بقت المخابرات العراقية علاقتها وياك، زعلوا علي، زعلوا 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 أنه يعني. وش أدى هذا الزعل إلى شو؟ يعني وقتها حتى ظلوا حاقدين علي لفترة طويلة. يعني ترشحت بال93 الوظيفة بأوبك، يعني من بين تقريبا أكثر من 113 واحد أنا اخترت الأول الحمد لله. بس وقتها منعوني من السفر المخابرات، وكتبوا علي لا يصلح للعمل بالسلك الدبلوماسي، لأنه كان موقفك واضح. يعني أنا حكيت اللي بضميري، أنا حكيت الواقع، يعني أنا اللي أعرفه هذا، أما اللي ما أعرفه ما أعرفه، بس أنا اللي أعرفه أنه هذا. بس أنت أنقذت واحد، يعني هو تنقذ إنسان من 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 يعني بالرغم من إنه علاقتك بيه سيئة. كانت علاقتنا يعني مشدودة، علاقات عمل، علاقات عمل، يعني نختلف على مواضيع معينة
تعرف إنسان يعني ماكو إنسان كامل يعني ربما يمكن أنا أكون غلطان ربما هو يكون غلطان ربما أنا أكون منفعل بالعمل ممكن كل شيء ممكن بس يعني ما نعكسها على الشغل يعني هي علاقة بس ما نعكسها على العمل فطالما المصلحة العامة يعني أنت تنسى كل خلافاتك يعني الخلاف بين وبين زيد أو عقبي أو كذا وكذا ربما ولكن المهم هي المصلحة العامة فبس هم الجماعة يعني وقتها ظلوا حاقدين علي وما وافقوا يعني جاء الأمر أنه أتذكرها كل الزين أنه يعني لا أصلح للعمل بالسلك الدبلوماسي وحرمت من هذه الفرصة أي يعني وقتها كانت يعني فرصة ذهبية لي يعني حوالي 7000 دولار أنا ذاك راتبي الشهري في حين أني كنت أستلم يعني ما تتجاوز لها 17-18 دولار شهريا بس للأسف راحت إلى شخص ثاني اللي هو رقم 2 بالتسلسل كان واللي هو كان على ما أتذكر إيراني ها من الجنسية الإيرانية يعني بعضك هي الوظيفة بعضك فراحت إلى شخص يمكن أتذكر أعتقد إيراني كان إيران أخذت المنصب خلينا نقول هو الثاني اللي يعني أنا انتظروني شهرين وما وافقوا المخابرات على سفري ما وافقوا على كذا يعني وبس بالمناسبة يعني ما أنساها هذه شغلة شخصية في 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 تحز بنفسي يعني من أنا طلعت أو اخترت الأول أنا في كل فرض في كل صلاة كنت أدعي مع ربي أنه إذا كان فيها خير لي ولديني والأهلي فقدمه وإذا كان فيها شر فأرجو أن تبعده سبحان الله هذاك اليوم أنا شفت رؤيا بعد صلاة الفجر ورا ما صليت الفجر شفت رؤيا وسبحان الله تحققت الرؤيا أنه ما صارت